نقول السيدات بيركز فيه أكثر الشيخوخة وأضرارها ومخاوفها، الآن ممكن التخلص منها، حيث علماء صينيين يطورون جينا يبطل الشيخوخة وقد حققوا إنجازهم بعد تجارب على الفئران، نجحت في منحها القدرة على العيش لفترة أطول، وهي النتائج التي قد تسهم يوما ما في علاج مماثل على البشر. صراحة كل شيء ممكن نتوقع حدوثه في هذا العالم، لكن الشيخوخة ممكن نطلعها. الله الله. 2021. على فكرة الآن نازلة من فترة في الأسواق، الكوريين صاروا مطورين كثير في مجال التجميل والاهتمام بالبشرة. صحيح. الآن في منتج في السوق سمعت عنه وقاعدة أبحث أعمل بحوثات عنه، في مادة في المنتج هذا بيرجع الشباب، يعني لما السيدة أو شخص بيستخدم هذا المنتج 3-4 سنوات بيكون في رجوع إلى الوراء مثل ما يقولوا، يعني زودي قطعة زيادة من هذا الطلب. الشباب يعود يوما. أحتاج نفس الشيء ذا، يعني المنتج لو لقيتيه اطلبي لي. أبشر أبشر، ما طلبت شيء.